المهنية. على الممرض أن يستخدم رأيه في تقدير الكفاءات الفردية للآخرين عند تلقي أو تفويض المسؤوليات. عباقرة كلية التمريض ومباراة مهمة جدا في دور ال 16، والنتيجة جامعة بريطانية 90، جامعة المنوفية 10. وجامعة المنوفية حصل عندنا تغييرين، أحمد مرسي نزل مكان محمد مجدي، وطوع البطحجي نزلت مكان إيمان وفي. وحصل عندنا تغيير واحد في جامعة بي وي، خديجة محمود نزلت مكان نادية هاني. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. أربع أسئلة واحد لواحد. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين دارين وإسراء. إسراء ودارين. كل الناس بتقول يا رب. يا رب. هدوء الجمهور. معلومات عامة، والسؤال هو كم يبلغ عدد الدول العربية الأسيوية؟ على مهلك، ما فاتش غير ثانية كان ممكن تفكري. كام يا إسراء؟ 12. إجابة صحيحة. برافو يا إسراء. برافو يا إسراء. عارفه برافو ليه؟ عشان هي دي الثقه. الاجابه واضحه وعندك. 20 المنوفيه، 90 البريطانيه. رياضه، والسؤال هو من هو لاعب التنس المتوج بلقب بطوله امريكا المفتوحه عام 2019؟ روجر فيدرر. احمد، إجابة خاطئة. على طبق من دهب مش فضة حتى. الرب. تفضل. رافائيل نادال. رافائيل نادال، إجابة صحيحة. نادال فعلا البطولة الرابعة لي في أمريكا المفتوحة. 30 المنوفية، 90 البي او اي. تكنولوجيا، والسؤال هو جهاز يستعمل لرصد النشاط الكهربي للقلب ويحمله المريض لمدة 24 ساعة على الأقل، فما هو؟ اس جي، الكتروكارديوغرام. أحمد، إجابة خاطئة. خديجة، في إجابة؟ يعني تفضلي، دوس على البازو. مونيتور. مونيتور ايه؟ اجابتك مش كاملة. خديجة، اجابة خاطئة. الاجابة الصحيحة هولتر مونيتور. تفضلوا. السؤال الاخير واحد لواحد في القدرات الذهنية. صامويل وطوعة، طوعة وصامويل. وسؤال بعشر نقط في القدرات الذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 7 × 2 + 14 × 3 + 6 يساوي كام؟ 50. إجابة صحيحة. 50 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا طه. 10 نقط مهمين جدا لجامعة المنوفية. المنوفية 40، البريطانية 90. المباراة لسه في الملعب. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. أربع أسئلة،
سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. الأسئلة دي تعتمد على السرعة ليكم أنتم الثمانية. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو: من هو الفنان المصري الراحل الذي لعب دور حسن أبو سنة في مسلسل الأصدقاء من إخراج العظيم إسماعيل عبد الحافظ؟ صمويل، إجابتك. صلاح السعدني. صلاح السعدني كان في المسلسل بس ما كانش حسن أبو سنة. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ مصطفى مش قادر يخمن يا إسراء، هو في مرحلة جديدة، فخمني انتي، هو مش قادر خلاص. محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز الراحل العظيم. إجابة خاطئة. صمويل. صلاح السعداني مش راحل. ربنا يديله الصحة. الإجابة الصحيحة فاروق الفيشاوي. السؤال الثاني في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو: من هو الموسيقار الراحل الذي قام بتلحين تتر بداية مسلسل عفاريت السيالة؟ عفاريت السيالة لمين يا إسراء؟ عمار الشريعي. عمار الشريعي إجابة صحيحة. برافو يا إسراء. عمار الشريعي هي الإجابة الصحيحة. كده النتيجة 50 المنوفية، 90 البريطانية. السؤال الثالث لوحات ومعالم، والسؤال هو: يقع متحف مصاص الدماء والمخلوقات الأسطورية في إحدى أشهر العواصم الأوروبية، فما هي؟ عاصمة أوروبية هي إيه؟ لندن. تخمينة صح؟ هي أنت قلت مصاصين دماء، أول ما قلت مصاصين دماء فكرت في رومانيا عشان ترانسلفانيا وبرايم ستوكر والقصة كلها هناك، بس قلت أهم العواصم. أنت بتحاول تبيع لي الإجابة. ما اشتريتش. إجابة خاطئة. طبعاً العشر نقط دول ممكن يكونوا مهمين جداً للمنوفية. تقع. إجابتك برلين. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة باريس. هارد لك. آخر سؤال في الفقرة، سرعة البديهة، والسؤال هو: ما هي الدولة الإفريقية المكونة من الحروف في الصورة؟ أحمد إبراهيم إجابتك. أحمد إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ إسراء. تنزانيا. انت دوست وبعد كده ابتديت تفكر. تنزانيا اكيد اجابة صحيحة. تنزانيا هي الاجابة الصحيحة. وكده النتيجة 60 جامعة المنوفية، 90 الجامعة البريطانية. تمام. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 250 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 750 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر.